هم الابطال وصلوا. حاج السؤال ليك يا كابتن اسامه، لحد ما نشوف برضو لحظات وصول الابطال الى مقر الاقامه في ابو ظبي. وكل الشكر للمره المليون لاخواتنا الاعزاء في الامارات على حسن الاستقبال والاستضافه والضيافه وكل شيء جميل كما تعودنا دائما وابدا منهم. عايز اقول انه كان في مراسم التتويج كان السيد الاستاذ محمد يحيى رئيس الشركه المتحده للرياضه، الاستاذ سيف الوزيري، والاستاذ خالد عباس رئيس العاصمه الاداريه، وعدد من الساده الافاضل اللي كانوا موجودين ومنورين، واتوبيس ابطال السوبر للمره ال 15. انا بس لولا الناس هتتعب من العدد كنت قلت 1 2 3، يعني هتبقى الناس تتعب مني وتزعل مني، فعلى ايه يعني. خلينا نشوف لحظات وصول الاتوبيس. كابتن اسامه، اظن لما كنت بتاخد بطوله دي بتبقى لحظه مهمه جدا بالنسبه لك، يعني طبعا انت يعني طالع بالاتوبيس واصل لفندق واصل معسكر، يمكن يعني حظكم ما كنتوش بره كتير مصر يعني، لكن شفت اللقطه دي. ده الاستاذ ماهر الاداري، استاذ ماهر عبد العزيز، عبد العزيز من الجنود المجهول، من اللي نازل يرقص ده يعني. لو الكاميرا تقرب شويه ده هم نازلين على الرقص على طول مع ده امام. امام مكملين امام مش عليها النهارده. امام مش عليها، واضح انه الولاد الصغيرين فرحان بسمير ومحمد عبد الله ومين تاني يا كابتن مصطفى ابو الخير. الحقيقه خير مصطفى مخلوف كريم الدبيس كله يعني خلاص. حلو انك تحط اللعيبه صغيره وسط اللعيبه الكبار، نعم، وتبدا تعيش اجواء البطوله واحلام النادي الاهلي، نعم، وتبدا تحطها جوه النجوم الكبار دول، نعم. لازم نشيد بجمهور النادي الاهلي. عظمه. طب خليني بس ايه اوصف، نسمع الاول شويه. Keep up! 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 Keep